مصيحة وحشر بن ظفر الهاجري تهانينا وناموس الشوط التاسع عشر. وفي عهد شيخ الوافي أطباع. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى نجدد لكم اللقاء وهذا الشوط التاسع عشر لجملة أشواط الفترة الصباحية بهذا التحدي في يوم التحدي في ميدان التحدي. سن الصغار ونجوم المستقبل، فهذه شعارات أبناء دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشوط وبهذا المهرجان. يعتبر مهرجان كبير محلي بالفعل، كبير، سباقات كبيرة تقام في دولة قطر في ميدان الشيحانية في هذا العام الجديد. مشاهدين الأعزاء، نأخذ المركز الأول، وهنا من تنطلق وهي هيبة. هيبة على المركز الأول، وهيبة ولها الهيبة بشعار السيد حمد بن علي بن سلامة الهاجري في أول الأسماء، أول المنطلقات. المضمر علي بن سالم المالكي هو من يقدم هيبة وزميلاتها بالعجبة في المركز الأول. المركز الثاني، وصلت بالمركز الثاني وانتقلت بدورها إلى المركز الثاني. مشاهدينا الأعزاء، في المركز الثاني مشاهدينا الكرام، وصلتنا في هذه اللحظات ومن انتقلت مصيحة لسالم بن حمد الدعبة المري في المركز الثاني. وفي المركز الثالث، هنا في المركز الثاني سعيد بن صالح بن محمد أو بن حمد المري في المركز الثالث، خطيرة تعود ملكيتها لحمد لمشعل بن حمد بن حسين البريدي. وفي المركز الرابع وصلت هنا من انتقلت الجازي فيصل بن خالد الحثلين. وفي المركز الخامس ودورنا إلى الدكتور محمد بن راشد بن قطفه المري. نعود إلى مقدمة الشوط، شعار الذي سجل ثلاث نقاط في هذا اليوم، نقطتين في ميدان المصير ونقطة في ميدان الوثبة. هنا في هذا اليوم، اليوم بالفورمة، اليوم صباح النواميس مع شعار بن سلامة. هذا الشعار الذي لا يخفى على الأنظار، هذا الشعار حمل لنا الذيب، الذيب ومن لا يعرف الذيب، الأسماء الكبيرة. يا سلام، حمد بن علي بن سلامة الهاجري، يا سلام، وما من سلامة بوجود شعار بن سلامة. يا سلام، حمد بن علي بن سلامة الهاجري في أول الأسماء، بينما المركز الثاني، المركز الثاني وصلت هنا، انطلقت الظبي بشعار سعيد بن علي بن صالح المري في المركز الثاني، وخطيرة الظبي، خطيرة على المركز الثالث للسيد محمد بن راشد بن قطفة أو الدكتورة للسيد محمد بن راشد بن قطفة المري. مشاهدينا الكرام، وفي المركز الثاني الظبي للسيد سعيد بن صالح بن الحول المري. مشاهدينا الأعزاء، في المركز الرابع وصلتنا العنود فهيد بن راشد بن راي المري. في المركز الخامس زاهية للسيد علي بن حمد الشراب. هيبة يا أهل الهيبة، هيبة في مقدمة الشوط، 800 متر، شعار حمد بن علي بن سلامة الهاجري. هالم عيذر، هالم عيذر، هالم عيذر ينتظرون الفوز. يا سلام، بنقطة رابعة في هذا اليوم، يا سلام، منافسة، منافسة مع شعار بن الحول. يا سلام، الظبي للسيد سعيد بن صالح بن الحول المري. مشاهدينا الأعزاء، الله، يا هي معركة، يا هي معركة ما بين الثنتين، يا هي معركة ما بين الشعارين، ما بين هالم عيذر وما بين هذا الشعار. يا سلام، شعار بن الحول في مقدمة الشوط، سعيد بن صالح بن حمد بن الحول المري حسم الشوط، حسم الشوط، حسم الشوط، وذهب من هنا، من هنا إلى الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لسعيد بن صالح بن الحول المري. يا سلام، يا سلام، شعار البطين، شعار البطين قادم مع علي بن عبد الله البطين. ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، وهنا سلام مدينة اللقطة، سلام على هذا الإنجاز، وسلام إلى جميع منتسبين أريديو على هذا الانتصار، وأريديو القطاع
الجنوبي مشاهدينا الكرام. تهانينا لسعيد بن صالح بن الحول البري على هذا الفوز، اسعد الله صباحك يا بن الحول. المركز الثاني وصلتنا بالمركز الثاني الغزيل سالم بن عبد الله بن علي المري، وفي المركز الثالث وصلتنا رعود لعلي بن محسن بن علي بن ديله المري، وفي المركز الرابع وصلت العنود فهيد بن راشد البريسي المري، وفي المركز الخامس وصلت براق ابراهيم بن محمد الوهيبي. تهانينا والناموس مشاهدينا الاعزاء، تهانينا على كل حال. مشاهدينا الاعزاء هذه لحظات الوصول، السلامات تنتقل الى مدينه اللقطه والى منتسبي شركه اريد يوفي للاتصالات للقطاع الجنوبي. تهانينا والناموس لسعيد بن صالح بن الحول المري، هذا الانجاز في هذا الصباح 4:39 20 جزء من الثانيه. تهانينا على هذا الانتصار. المركز الثاني وصلت في المركز الثاني وشعار البطين في المركز الثاني. سالم بن عبد الله البطير وهي من وصلت الغزيل توقيتها الزمني 4:41 50 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصلت رعود لعلي بن محسن بن ديل المري توقيتها الزمني 4:42 84 جزء من الثانية.